غرقوا قرية الهويدي شمال محافظة البصرة بالقرب من حقل مجنون النفطي هو المقطع الأول الذي نستفتح به فيما يتعلق بأزمة سيول الأمطار المتواصلة. شو اسم القرية؟ حي الهادي. كم بيت؟ 60 بيت. وين صاير؟ وين بال بصرة قرنة، قضاء القرنة تابعة. نعم، احنا من جماعة القرنة. كم بيت؟ تقريبا 60-65 بيت. وين راحوا الآن؟ نعم، السدين. نعم، اي والله. وصار الفيضان ساعة 2 من الليل. قبل ايش قد؟ قبل ايش قد؟ سويتوا سدود؟ سدينا.